خلاص بقى أمّا، وشرفك يما ترجع لك حقك وحقي وحق ابويا الله يرحمه. انت يعني يرضيك يما يعني نتذلل يعني لاي حد كده؟ انا عارف ان انت ما يرضيكيش، عشان كده بقى انا مش هسكت، وكتاب الله ما هسكت. فكيها بقى يما، فكيها والنبي، النبي يما فكيها. يكون في معلومك يوم ما هنلاقي نفسنا في الشارع، لساني مش هخاطب لسانك ليوم الدين. حكايه مش ناقصه سواد وزفت وقطران على دماغك ودماغ اللي جابتك. ايه اما كميه الاسفلت اللي طلعتيها دي؟ في حد يبقى اسمه حنيفه؟ حنيفه ويطلع الالفاظ دي؟ فكيها بقى ياما، وحياه ابويا اللي انا شبهه. والنبي ياما بقى، حياه النبي. شايف الراجل اللي هناك ده؟ تروح تجيب لنا من عنده كوزين دورة وعلبة بيبسي كنز. يا اختي؟ عشان اتفك. اتفكي؟ تفكيش غير بالكنز ولا ايه؟ وهات لفة فويل ورق عشان احطها تحت الشعلة، عشان خاطر ابو خان امبارح اتدلتها. اما تيجي بقى ابقى احكي لك. ما تيجي يا سيدة اقلب الخواجة ده ولاعبك دور امريكان اجيب دغك فيه. حتى ابوك مش فايلك. طبعا. ما انا لو مزة واسمي داليا وشعري زي الحرير ووشي زي القمر وجسمي رياضي يعني ممشوك القوام، كان زمانك اتكحرت وقمت لعبتني. ما احنا في زمن الموزز يابا. بقول لك ايه يا ابو راوي، لو جبت سيرة الدنيا بالطريقه دي احتمال نكسر بعض. الله 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 الله، ده حب حقيقي بقى وفي الظلام. يا عم قلت لك صداقه بريئه. بريئه مسرقه تبقى متهمه يابا. يا سيد. هاي سيد، ازيك؟ ازيك يا بارك. سيد سوري ما لقيتش اي دوكيومنتس ممكن تفيدك. عايز اقول لك تكير بابي ممكن يعمل شر جامد عليك. ربنا اقوى منه وقادر. انا اسف ان انا ورطتك معايا في حاجات كتير. سيد انا بفضلك. ستوب خواجه، العشرة فينش. ماي لاف از هير. مش مشور ان انا لو في ايدي اعمل لك حاجه مش هتاخر. مونا مور ماي سويت هارت ماي بريف هارت، منوره الخرابه. الخرابه منوره باهلها. تضربي معايا واحد كابتشينو؟ يا ريت واحد شاي بربري في الخمسين احسن. بربري؟ امال ايه باربي دي؟ نجري قدامي. وحش. ثانك يو باربي. باربي انا عايز اقول لك انك بنيه القلب. باربي انا ما بشوفك بيحصل لي انتفاخ في مشاعري، حرقان في عواطفي، تنميل في صوابع ايديا ورجليا. يكونش ده الحب؟ شور بيبي شور. لا ما تقوليليش بيبي، بتفكريني بمامي الله يرحمها. كانت دايما بتقولي كده وانا نازل رايح البيبي كيدز. اكيد كانت ست عظيمه. ست عظيمة قوي. باربي أنا حاسس باضطراب في مشاعري، خايف يطلع مني رد فعل أنت تفهميه غلط. باربي أنا عايز ها عايز أنت زحة بقوة. عايز 240 جنيه بتوع قسط تلفزيون لغاية آخر الشهر. تليك بطاعون بسبع عيون يا صلاح يا ابن السيد. حكيم يقطع وحكيم يشرح وحكيم يداوي. الهي يا رب ابو راويه يولع بجاز، هو وراويه ذات نفسها. يا رب يا رب الاهلي يغلب الزمالك 6-1. لا 6-0. يا رب والنبي يا رب هادي خشب يا رب يخف ويرجع يلعب الماتش الجاي يا رب. وخالد بيبو والنبي يا رب رجعوا المستوى، الواد كويس
رجله حلوه والسبرنت عنده عالي. والنبي يا رب بحق حبيبك النبي، بحق جاه النبي، ارزق ابني سيد يا رب واحده بنت حلال تصوم. والنبي يا رب اجعل في ذريته شجره صالحه لا تتعدى الشراكه. والنبي يا رب انا شحتان منك يا رب. ما ترد ردت الميه في زور، هو الواحد ما يتحدش على دعوه في البيت ده؟ انت يا ولد اللي عندي زي البيت الوقف. رد اظن دي فرصه العمر عشان تخلص على عمك خالص. امتى عمي ده ابو دماغ بطيخه بيتكلم في مشاكل الشباب ووضع المجتمع؟ اللي عرفته بقى انه شاري الحلقه دي علشان يتكلم عن امجاده. قلت فرصه اقعدك مع الجمهور اللي بيحضر الحلقه او تقول لي في النصيب. وحياه امي لا خليه يلطم ويلعن اليوم اللي فكر فيه يطلع في البرنامج اساسا. ايه ده يا استاذ سيد؟ تعرفني؟ اه احنا كنا زمانك عند الاكاديميه. اه افتكرت. ويا ترى النصايحي بقى جد فايده؟ طبعا ما احنا خلاص اتخطبنا وهنتجوز قبل ما نتخرج. بالسرعه دي؟ ما انت اللي علمتنا كده. خطيبتك دي؟ بصراحه يا بخت اتجوزت السيد العظيم. ربنا يخليكم يا معلم. مع السلامه. خدوا بالكم بقى.